أهلا بكم مشاهدينا إلى جولتنا في أعمدة الرأي والمقالات، نستهلها من الصفحة الأخيرة من صحيفة الجريدة زاوية مناظير مع الكاتب والصحفي زهير السراج. جاءت اليوم تحت عنوان نقابة الفاشلين. ابتدر زهير السراج زاويته بالقول: أخيرا تحرك رئيس الوزراء وعقد اجتماعا أول أمس مع القيادات الأمنية بشأن الانفلات الأمني، ولا أدري من الذي أخبره بوجود انفلات أمني في البلاد. فالتجاهل الكبير الذي أبداه طيلة الشهور الماضية لهذا الموضوع لا يدل فقط على أنه لم يكن يعلم شيئا عن التفلتات الأمنية، وإنما كان يغط في نوم عميق. يقول زهير السراج بعد عامين، تخيلوا بعد عامين من حجم أو من جحيم المعاناة والعذاب الذي عاشه الناس في مواجهة العصابات والمجرمين، وفقدوا حتى الأمل في حماية الأجهزة الأمنية، أفاق رئيس الوزراء من غفوته ليبحث أسباب المشكلة وطرق الحلول مع نفس القادة العسكريين الذين كانوا وما زالوا سبب المعاناة، وظلوا يتفرجون على العصابات وهي تمارس النهب والترويع وتنشر الرعب والخوف في قلوب الصغار والكبار بدون أن يتحركوا قيد أنملة. يقول زهير السراج: لو كان رئيس الوزراء حريصاً بالفعل على أمن المواطنين لطلب ممن بيدهم أمر الأجهزة العسكرية إعفاء أولئك الفاشلين الذين يشترطون عياناً بياناً منحهم الحصانة لأداء مهمتهم وحسم المجرمين واستبدالهم بآخرين يقدرون المسؤولية ويستطيعون حمل الأمانة وحماية المواطنين، ولو لم يستجيبوا له يخرج في أجهزة الإعلام ويحكي كل شيء للجماهير التي وثقت به وأيدته وآزرته، بدلاً عن السكوت والاستمرار في إدارة شؤون الدولة بدون سلطة حقيقية وتحمل مسؤولية الفشل ولعنات المواطنين. يقول: هنالك الآلاف الضباط وضباط الصف والجنود السابقين المؤهلين الذين فصلوا من وظائفهم في العهد البائد بدون سبب سوى عدم الانتماء للنظام الفاسد والإفساد والمتاجرة بالدين، وظلوا يعانون منذ نجاح الثورة من تنصل المسؤولين من وعودهم بالنظر في قضيتهم العادلة وإعادتهم إلى أعمالهم أسوة بغيرهم من المفصولين العسكريين. يضيف السراج: رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بتوفير الدعم اللازم لقوات الشرطة حتى تطلع بدورها في مكافحة الجريمة وتعزيز العمل الأمني مع إجراء التعديلات القانونية التي تغلظ العقوبات على مرتكبي الجرائم. ختم زهير السراج زاويته بتساؤل كبير: هل كانت هذه التوجيهات والتأكيدات والتعليمات في حاجة إلى كل الوقت الذي مضى والجحيم الذي عانى منه الناس حتى تصدر؟ وهل كانت أصلا في حاجة إلى اجتماع لكي تصدر، أم أنه الواجب الطبيعي لكل أجهزة الأمن في العالم الذي يحدث يوميا وكل لحظة بشكل طبيعي وتلقائي، ومن يقصر في عمله يفصل من عمله ويؤتى بغيره؟ ولكننا في السودان الذي يحتاج فيه رئيس الحكومة إلى مبادرة شعبية لإدارة شؤون الدولة ويطلب الإذن لفصل وزير أو ضابط أو جندي فشل في عمله أو فاشل في عمله وهو راض وقانع بهذا الوضع الغريب ويغط في سبات عميق.